جدا يا حبيبي يا امير القلب. تابعنا مع حضراتكم مغادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي القاهرة بعد زيارة استقبله فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بولي العهد ضيفا عزيزا في بلده الثاني مصر، طالبا نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، ومتمنيا له دوام الصحة والعافية. كما أكد الرئيس السيسي الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع الملك سلمان وولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي. كما أشاد الرئيس السيسي بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وأيضا النمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيرا إلى الحرص المشترك للمضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.